الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. الحياة الزوجية كما تحتاج إلى العلة في نشأتها وحدوثها، كذلك تحتاج إلى العلة في بقائها وديمومتها. الشهوة ربما تكون باعثا إلى إنشاء الحياة الزوجية، الرغبة في الامتداد ربما تكون هي الدافع، حاجة المرأة إلى الحماية ربما تكون هي الدافع، ولكن هل تكفي هذه الدوافع لبقاء الحياة الزوجية؟ هل تكفي هذه الدوافع لاستمرار الحياة الزوجية؟ هل تكفي هذه الدوافع لنجاح الحياة الزوجية؟ الجواب كلا. هنالك عوامل أخرى تحتاج إليها الحياة الزوجية في بقائها واستمرارها وديمومتها. ما هي هذه العوامل؟ لعلنا نستطيع أن نستوحي من هذه الآية المباركة التي تبركنا بتلاوتها أن هنالك عاملين مهمين في بقاء الحياة الزوجية ونجاحها، وهذان العاملان: أولا عامل المودة، وثانيا عامل الرحمة. هنالك بتعبير المنطقيين نسبة العموم من وجه بين هذين المفهومين، ربما تكون هنالك مودة بلا رحمة، وربما تكون هنالك رحمة بلا مودة، وربما لا يكون هنالك رحمة ولا مودة، وربما تجتمع في إنسان معين المودة والرحمة.
هذا النوع من العلاقة بين مفهومين يقال له العموم والخصوص من وجه. ما هي الرحمة؟ الرحمة انفعال خاص قلبي باطني يعكر الإنسان عندما يشاهد النقص أو الضعف أو الحاجة، يتولد هذا الانفعال الباطني ويحرك الإنسان إلى رفع هذا النقص وسد تلك الحاجة، هذا يقال له الرحمة. المودة عبارة عن مطلق الحب أو الحب الذي يظهر أثره في مقام العمل. الحياة الزوجية تحتاج إلى المودة وتحتاج إلى الرحمة. الإنسان يدخل في بيته فيجد أن زوجته منهكة على أثر العمل أو على أثر تربية الأطفال، الاحتكاك الدائم مع مشاكل هؤلاء الأطفال، فتأخذه حالة الرحمة، حالة الشفقة، يذهب يعينها في عملها. النبي صلى الله عليه وآله، هاي المفاهيم اللي كانت عندنا، الأئمة صلوات الله عليهم أرادوا أن يعلمونا. دخل بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فوجد أن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها عند القدر تطبخ، وعلي صلوات الله وسلامه عليه الإمام ما كان رجل عاطل عن العمل، الإمام هو الرجل الثاني في هذه الدولة الفتية. أكو بعض الناس يقولون ما عندنا وقت، هذا جزء البرنامج أيضا، هذا أهم من المتجر والمعمل والمحل، هذا جزء البرنامج، بل هذا مقدم على بقية البرامج، مقدم على كثير من البرامج. بعض الناس يقولون احنا ما عندنا وقت. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كان عنده وقت، كان فارغ من العمل، الرجل الثاني، فقذف أخاه في لهواته. في كل قضية الإمام صلوات الله عليه كان هو الحاضر وهو الناظر وهو المشارك، ولكن فاطمة صلوات الله عليها عند القدر تطبخ، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جالس وهو ينقي العدس. عدس. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن. فقال الإمام: لبيك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله: هذا إلنا، ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كتب الله بكل شعرة في بدنه. كم شعرة أكو؟ 1000، 10,000، 20,000، أي عدد. كتب الله له بكل شعرة في بدنه عبادة سنة،
قيام ليلها وصيام نهارها. احنا يمكن في العام فقط 3 ليالي نسوي هذا الاعمال، هذا شيء في ليالي القدر، النهار نصوم والليل ربما نقوم. يعني اذا اكو على بدن الانسان 20,000 شعرة مثلا فرضا، الله يكتب له بهذه الإعانة المختصرة 20,000 عام عبادة. أنه واحد يدخل يشوف زوجته إذا تنقي العدس فينقي العدس. هذه المفاهيم اللي كانت موجودة عندنا، مفاهيم الرحمة. واحد عندما يشوف زوجته في حالة تعب، في حالة إنهاك، تأخذه الرحمة فيعينها. المرأة أيضا عندما ترى أن زوجها متعب، أنه منهك، تعينه. القضية ذات طرفين، الرجل يعين المرأة والمرأة تعين الرجل. الرجل يرحم المرأة، المرأة ترحم الرجل. الرجل يحب المرأة، المرأة تحب الرجل. القضية طرفين. وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة العائلية تحتاج إلى مودة وتحتاج أيضا إلى رحمة. ننتقل إلى الفصل الثاني من هذا الحديث. المودة في البيت بحاجة إلى أجواء. تحتاج إلى عوامل. كيف تنشأ المودة؟ كيف تنشأ المحبة؟ هذه الحالة اللي الآن ضعفت في بعض البيوت، هذه تحتاج إلى عوامل. نحن نذكر في هذه العجالة بعض هذه العوامل. العامل الأول وهو من العوامل المهمة جدا في البيت، في المحل، في المجتمع، مع المرأة، مع الطفل، مع الشريك، مع عامة المؤمنين. هذه قضية مهمة جدا ومغفول عنها، يعني لا نعيرها اهتماما. وعلماء النفس راجعوا الكتب المكتوبة في علم النفس يقولون إنها من الحاجات الأساسية للإنسان، وهي الحاجة إلى التقدير. الحاجات الأساسية مو فقط النوم والطعام والشراب وما أشبه ذلك، هذه حاجات البدن. الروح لها حاجات، ومن حاجات الروح المهمة التقدير. التقدير يعني المرأة عندما تقوم بعمل، الرجل يثمن هذا العمل، تثمين العمل وإظهار هذا التثمين. ربما يكون بشكل مباشر، ربما يكون بشكل غير مباشر. ماكو هنالك طريقة معينة للتثمين، اكو هنالك طريقة مباشرة، اكو هنالك طريقة غير مباشرة. هذه عملت عملا، هذا العمل ربما يكون من وظيفته، ربما يكون مو من وظيفته. اكثر الاعمال اللي تقوم بها المرأة مو من وظيفتها، تفضل على الرجل.
هذا العمل سواء كان من وظيفته أو ما كان من وظيفته يحتاج إلى تثمين، يحتاج إلى تقدير. أنتوا لاحظوا هذه الآية الكريمة، شوفوا الدقة في القرآن الكريم. الله تعالى يقول، راجعوا سورة التوبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة، خذ هذه الصدقة، الصدقة ذات جانبين، جانب سلبي التطهير وجانب إيجابي التزكية والتنمية. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وظيفة يقوم بها، ووظيفة يؤجر عليها أيضا، لأن واحد عندما يدفع درهم من الزكاة في سبيل الله هذا ينتظر الأجر. فإذا هذا دا يعمل بوظيفته، ولكن الله تعالى لاحظوا يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم. الزكاة، أفرض واحد عنده من الذهب 15 مثقال بالمثاقيل الفعلية المتداولة عند الصاغة، 15 مثقال ذهب، طبعا مو هذا الذهب الحلي والخلاخل، لا، الذهب المسكوك بسكة المعاملة اللي يتعامل به في السوق كالنقد. هذا الذهب إذا إنسان عنده منه 15 مثقال يجب عليه أن يدفع 1/40، يعني 2.5 بالمئة، 15 مثقال من الذهب قد يكون زكاته حدود 0.5 مثقال. واحد جاء للنبي صلى الله عليه وآله فرضا بثلث مثقال ذهب، الله تعالى يقول للنبي وصل عليهم. أي واحد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله بزكاة مهما كانت متواضعة، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول اللهم صل عليه. الصلاة يعني الرحمة، اللهم ارحمه. الفقهاء في كتاب الزكاة يقولون مو لازم إلا واحد يقول اللهم صل عليه، يقول بارك الله فيك، بارك الله لك، إن شاء الله الله يعوضك، جزاك الله خيرا، أي تعبير. هذا العمل يحتاج إلى تثمين. ثلث مثقال من الذهب إذا واحد يدفع، أو يدفع درهم واحد، أو يدفع تمرة واحدة، هذا يستحق التثمين. تشويق. إحنا في هذه الحياة، الحياة مثل صحراء قاحلة، الشمس تصهرنا، الإنسان ينهك. عندما في هذه الصحراء، ما أدري مسافرين في الصحراء أو لا، تحت لهيب الشمس الحارقة، واحد عندما يوصل إلى نابع ماء في ظل شجرة يجي يغسل وجهه، يشرب قليل من هذا الماء، شلون يشعر بالراحة؟ الإنسان، أصغر إنسان إذا عمل أصغر عمل يحتاج إلى تثمين ويحتاج إلى تشويق. حتى هذا اللي في بيتكم يطي شاي، جاب شاي قدامكم، هذا وظيفة ذلك، يأخذ أجره، عندما يخلي الشاي أمامكم قولوا بارك الله فيك، أحسنت. هو هذا ينتظر هاي الكلمة، هاي الكلمة تروح. إذا واحد كتب كتاب قولوا له بارك الله فيك، إذا كتاب لطيف، مو واحد يكذب في التثمين والتشويق والتقدير، لا، كل عمل في جوانب إيجابية، بارك الله فيه، خوش كتاب كان، الله إن شاء الله يوفقك لمئة كتاب آخر. تدرون هذه الكلمة ماذا تفعل في قلب هذا الإنسان؟ واحد بنى مسجدا، شوقوا على هذا العمل، خوش مسجد، إن شاء الله الله يوفقك لمسجد ثاني، خليت سنة حسنة في المجتمع، أو صدقة جارية. كلمة، ليش واحد يظن بهذه الكلمة؟ المرأة تعمل في البيت، الرجل يجي
ولا يلتفت إلى جهدها. إذا يجي كثير من النسوان يشتكون أنه أزواجهم لا يتغدون وياهم، لا يتعشون وياهم، يسهرون في الديوانيات إلى ساعة اثنتين، بعدين يجي أطفال نايمين. هذا وين يشوف هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء الأطفال لا يشعرون بأي شعور تجاه الأب. هذه قضية واحد كان ينقلها، نقلها لواحد من المؤمنين، قال أنا في بغداد قبل صلاة الصبح أقوم أتوضأ قبل الأذان، أروح من البغداد إلى كاظمية، إلى الكاظمية، من بغداد إلى الكاظمية، وأصلي هنالك نافلة الليل يمكن أو صلاة الصبح في حرم الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. بعدين مثلا مضمون القضية أقرأ القرآن، بعدين أروح إلى المحل إلى الظهر، الظهر أتغدى في المحل، الظهر أروح إلى حرم الإمام الكاظم أصلي صلاة الظهر والعصر، بعدين أجي إلى المحل أتغدى، بعدين أنام مثلا، بعدين أروح إلى المحل، بعدين أتعشى ساعة 12 مثلا أرجع إلى البيت. وهو ينتظر التشويق. ذلك الرجل قال له غلط هذا البرنامج، إذن متى تشوف زوجتك؟ متى تشوف أولادك؟ هؤلاء الأولاد لا يعرفون أن لهم أبا، لا يتعاملون معه كأب، وإنما يتعاملون معه كشيء، مثل ما واحد يتعامل مع هاي البنكة كشيء من الأشياء. هذه مو حياة، هذا برنامج غلط. الحياة العائلية تحتاج إلى تقدير، تحتاج إلى تشويق، تحتاج إلى تثمين. هذا العنصر الأول المهم، التشويق، يعني الطبخ يحتاج إلى تشويق. كان الطعام طيب، خوش طعام، إذا كان طيب، مو واحد يكذب طبعا، إذا طيب يقول خوش طعام كان. أي عمل، المرأة تشوق، الرجل يشوق، هذا العنصر الأول، عنصر التقدير والتثمين. العنصر الثاني التعبير عن المودة، التعبير عن المحبة. المحبة تحتاج إلى تعبير. التعبير ممكن يكون تعبير لفظي، ممكن يكون تعبير حركي يعني عملي، إظهار المحبة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له إن لي زوجة إذا دخلت البيت تلقتني. تعبير تلقى يخيل إلي أنه أقوى من تعبير استقبل. تلقي غير مفهوم الاستقبال، كان المرأة متحضرة، بمجرد ما تسمع صوت حركة القفل، المفتاح في القفل، تأتي إلى الباب. إذا دخلت البيت تلقتني. العجيب أن في الروايات هذا من حقوق الرجل على المرأة، من حقوق الرجل. راجعوا كتاب مكارم الأخلاق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حق الرجل على المرأة إذا دخل البيت استقبلته. مو أنه قاعدة في غرفتها، أصلا مو مهم الرجل دخل أو ما دخل، لا، تذهب عند الباب وتستقبله وترحب به ترحيب، وتقدم له الطشت والمنديل. هذا قديما حنفيات ما كان،
فواحد جاي من برا متعب مرهق، كانوا يقدمون إلى طشت ومنديل حتى يغسل وجهه يغسل إيده، وتقدم له الطشت والمنديل. هذا راجع مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله يقول من حقوق الرجل على المرأة. نعود إلى قضية هذا الرجل، في هذه الأجواء تنمو المحبة، أما في الأجواء الجافة المحبة إذا كانت تموت. لا الزوجة تحب زوجها، ولا الزوج يحب زوجته، ولا الأولاد يحبون أبوهم. أصلا أبو عندما أجى البيت الأطفال قاعدين على شغلهم. أكو بعض الآباء عندما يدخلون البيت الأطفال يركضون إليهم إلى آبائهم يشوفوهم. قال إن لي زوجة إذا دخلت البيت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني. عندما أريد أروح برا للشغل مثلا تجي إلى الباب تشيع. وإذا رأتني مهمومة، يوم من الأيام شافت أنا متأثر. طبعا واحد أبدا يجب أن لا يظهر تأثر، واحد حتى إذا قلبه مشحون بالهموم لا يظهر همه للآخرين. أول ما يجي للبيت أعصابه متوترة يصيح، لا، الهم في القلب مكانه. إذا واحد مهموم لشيء من الأشياء، أو المرأة أول ما الرجل يدخل في البيت، أكو بعض الرجال يشردون من البيت حقيقة. إذا المرأة سافرت، أنا سامع هذا التعبير، يقول البيت تحول إلى جنة، الحمد لله إحنا دا نعيش بالجنة، ماكو امرأة في البيت. هذا آثار الحضارة الغربية علينا أو المنهج الغربي. وإذا رأتني مهموما قالت لي ما يهمك، إيش بيك؟ إن كنت تهتم لرزقك، إذا للمال، للتجارة، للخسارة، لسوق البورصة والأسهم، فإن الله قد تكفل برزقك. الله هو الرزاق هو الكفيل. وإن كنت تهتم لشؤون الآخرة فزادك الله هما. إذا للآخرة جيد، الله يزيدك هما لأمور الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله إن لله عمالا، وهذه من عمال الله، لها نصف أجر شهيد. الشهادة قمة التضحية، واحد يروح ويقتل بعد ماكو فوقه شيء، هذه لها نصف أجر ذلك الشهيد اللي يقاتل على الجبهة ويقتل. إظهار، إظهار المودة، إظهار المحبة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله قول الرجل للمرأة إني أحبك، الرجال يستنكفون من ذلك أنه يقول هذه الكلمة. بل في الحديث حتى في المجتمع، نكمل هذه الرواية، قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. واي مهم، المرأة جدا مهم عندها ما هي موقعها في قلب الرجل، كيف ينظر إليها. أكو في الحديث إذا أحببت أحدا فأخبره بحبك له. إذا شفت واحد من المؤمنين تحبه قل أنا أحبك، هذا كلش مهم. هذا الثاني. الأول التقدير والتثمين، الثاني إظهار التعبير عن المودة والمحبة. نتجاوز بقية العوامل، عوامل كثيرة أكو، نتجاوزها إلى النقطة الأخيرة وهي نقطة مهمة، وهي نقطة القناعة. القناعة بالموجود، الإنسان يعيش ذاته ولا يعيش الآخرين. إفلانة شنو عندها؟ البيت الذي عندهم،
الثياب التي عندهم، نوعية السيارة التي عندهم. هذا الرجل فقير ما يقدر. لا، إلا يجب أن أعيش كما تعيش أختي. أختي عندها بيت من هذا النوع، ألم يجب أن أعيش بهذا النوع؟ أضغط على الرجل المسكين، أضغط، لا خلي له نوم، لا خلي له يقضي أول الصبح آخر الليل، جاي من برا متعب يريد ينام ويبدأ الحوار. القناع، هذا الوضع الذي عندنا. الرجل يقنع بالوضع الذي عنده، المرأة تقنع بالوضع الذي عندها. هذا يحول الحياة إلى جنة. أكو في مثل أو في حديث، إن كان ما تملكه يكفيك فأقل ما في الدنيا يكفيك، وإن كان ما تملكه لا يكفيك فكل ما في الدنيا لا يكفيك. منهج القناعة. سعد بن أبي وقاص، هاي أشياء نقولها إحنا خو ما نقدر، ولكن حتى شوية نقلل شوية، واحد يعرف حدوده. دخل على سلمان في لحظات احتضاره أو في مرضه الذي مات فيه، فوجد أن سلمان يبكي. بكى سلمان، وجده يبكي أو بكى سلمان. قال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ لقد مات رسول الله وهو عنك راضي وترد عليه الحب، ليش تبكي؟ فقال سلمان: أما والله إني لا أبكي جزعا من الموت، أنا ما أخاف من الموت، ولا حرصا على الدنيا، ما عندي علاقة بهذه الدنيا، الدنيا ما مالك قلبي. أكو بعض الأفراد الدنيا تملك قلبهم، ولكن عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لنا: ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب. واحد راكب على فرس ينتقل من منطقة إلى منطقة، أو على بعير، شنو يأخذ وياه؟ يأخذ وياه قربة فيها مال، شوية خبز، هذا هو، شوية دواء. وأنا أخاف أنه أنا تعديت ما قاله رسول الله. قال: فنظرت في بيته، يعني في غرفته، فلم أرى فيها إلا إجانه وجفنه ومطهره. هاي الأشياء، أنا أخاف أنه تعديت ما قاله رسول الله. إجانة إحدى معانيها مثل طشت كبير، مثلا واحد يغسل فيه ثياب، هذا يقال له إجانة. جفنة فد إناء يمكن كان يثرد فيه مثلا خبز، مثلا ويا المي لحم ويا اللبن، جفنة. ومطهرة آلة التطهير، إبريق مثلا، هذا هو. إجانة وجفنة ومطهرة، ومع ذلك يخاف أنه تعدى عهد رسول الله. إحنا نقدر؟ لا ما نقدر، ولكن بعد واحد لا يروح، إحنا ما نقدر. هذا سلمان. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا المرجع الكبير، أحد الغربيين عنده دراسة حول شخصية الشيخ الأنصاري، يقول هذه شخصية عجيبة، التحولات اللي حدثت كلها ترجع إلى الشيخ الأنصاري. هاي التحولات العظيمة اللي حدثت في هاي 200 عام، يقول فشي كان في الشيخ شيء عجيب. هذا الرجل الزاهد العابد اللي الملايين كانت تجري تحت يده،
اليوم الذي توفي فيه عائلته ما كان عندهم ثمن يقيمون له فاتحة. فاتحة قد تحتاج؟ فاتحة، واحد شاي يطيب الفاتحة مثلا أو شربة، هذا المقدار ما كان عندهم. مات فقيرا، مات صفرا اليد، كل شيء ما كان عنده. العم حفظه الله نقل لي قضية، قال أنه شيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، هذا مؤسس الحوزة العلمية في قوم، توفي. عندما توفي تولى شأنه أحد العلماء الكبار، كان قاعد في ذلك اليوم الذي توفي فيه الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، فجاء شخص قبل الظهر، كان من هناك أو حدود الظهر، على كل حال بعد الظهر، حدود الظهر، وهمس في أذن هذا العالم الكبير بشيء، فتأوه العالم بصوت عال وبكى بصوت عام. قال له شنو؟ قال لك ليش تبكي؟ قال هذا إجا وقال لي إن عائلة الشيخ عبد الكريم الحائري اللي الملايين كانت تحت إيده اليوم ما عدهم ثمن، غدا مات وما خلف خمس توامين مثلا أو تومان واحد حتى يشترون به غدا. هالشكل كان. إحنا نقدر؟ لا ما نقدر، ولكن مو واحد يروح إلى أبعد حق وكل ينظر إلى الآخرين وكل في حالة تنافس وكل لماذا فلان هالشكل وفلان هالشكل وليش فلان بيتهم هالشكل وسيارتهم هالشكل. هذا يدمر الحياة العائلية، هذا يرهق الرجل، هذا يرهق المرأة. واحد يعيش حياته، يعيش قدراته، يعيش إمكاناته. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أمير المؤمنين صلوات الله عليها، يدخل في البيت ويقول هل عندك يا ابنة رسول الله شيء؟ فقالت يا أمير المؤمنين أو يا أبا الحسن لا نجد طعاما من ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ما عندنا. فقال لها أمير المؤمنين ألا أخبرتني بذلك؟ قالت إن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تسألي زوجك شيئا، إذا جاب شيء فبه، إذا ما جاب يعني ما يقدر، يعني ما عنده، لا تسألي شيئا. هذه العوامل، أمثال هذه العوامل، تخلق الحياة العائلية المستقرة السعيدة اللي كان يعيشها آبائنا وأجدادنا وأئمتنا صلوات الله عليهم. فلنحيينه حياة طيبة. نختم حديثنا بمسألة شرعية يسأل عنها، حول مسابقة مكونة من فصول. الفصل الأول واحد يدخل في المسابقة يسألوا سؤال، إذا أجاب على السؤال يطول الشيء، وإذا ما أجاب على السؤال لا شيء له. إذا نجح في الإجابة على السؤال يقولوا له هل ترغب في الانتقال إلى المرحلة الثانية؟ إذا قال نعم فيسألوا سؤال آخر. إذا نجح يضاعفون له المبلغ مثلا، إذا فشل المبلغ الأول الذي حصل عليه يروح من إيده. هذه العملية جائزة أو لا؟ احنا نبحث القضية بعنوانها الأولي، ما علينا بالعناوين الثانوية، قد تكون الجهة المنظمة لهذه أنواع من المسابقات جهة مرتبطة بالدولة اليهودية كذا، تدعم الدولة اليهودية، هاي عناوين ثانوية.
الحرمة بالعناوين الثانوية الآن مو مجال كلامنا، الكلام بالعنوان الأولي. الجواب أن الوالد يرى أن المرحلة الأولى من هذه المسابقة محللة، المرحلة الثانية محرمة. المرحلة الأولى أجب تربح، لا تجيب تخرج، هذا ما بيشتغل. أما المرحلة الثانية إذا أجبت يضاعف لك المبلغ، وإذا لم تجب تخسر المبلغ الأول. هاي المرحلة الثانية محرمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.